فكر يا جون أرجوك. لو أن كيلوا غادر المكان بمحض إرادته لوافقتك على رأيك هذا يوريو، لكن تذكر أنه أجبر على الرحيل. تصرفات كيلوا مثيرة للشك. أي سبب أجبره على تنفيذ أمر أخيه والانسحاب من الامتحان؟ لا تنسى أنه خالف القوانين أيضا. أتملك دليلا يفسر تصرفاته الغريبة؟ البحث عن الصديق لا يحتاج إلى أدلة أبدا. ها؟ ما كان علينا أن نحاول تغيير موقفه، إنه ولد عنيد جدا. لا بأس يوريو، لن أستسلم. كنت في انتظارك. ها؟ ماذا؟ هل فقدت الأمل في اكتشاف مكان كيلوا؟ اسمع، ما رأيك أن تجبرني على إخبارك بمكانه؟ كلانا يعاني الإصابة، إذن فنحن متعادلان. ما رأيك؟ لا يهمني أنك مصاب الآن. الإحساس نفسه الذي انتابني سابقا، كثير من الخوف والألم. ما الأمر يا جون؟ أتشعر بالخوف من مواجهتي؟ لنبدأ.